مزلقان موت مع مدرسة وتلميذين ويدهسهم قطار، ده طبعا هنا داخل فيها مسؤولية. هنا احنا امام كارثة تعليمية، مدرسة تعلم نشأا وطالعة من المدرسة دهسها القطار هي واتنين من التلامذة، بيدخل فيها كمان مصايب السكة الحديد في مصر، عشان تشوفوا انه البدايات مأساوية، البدايات فيها مصائب ونكبات نسلط الضوء عليها علشان ما تحصلش تاني. هنا التعليم، انا لازم احمي الجميع. شوفوا كمان هذه المصيبة اللي فيها بقى مسؤولية من السكة الحديد ومن التعليم ومن الحكومة، مسؤولية متكاملة. المدرسة الصبح كل يوم عادي، مدرسة في مدرسة الأورمان في الصنطة هنا جنبنا. فالمهم وهي راحة للشغل الصبح كان معاها معدي معاها واحد عنده 12 سنة، واحد كمان تلامذة بتعديهم تمام. فالمهم القطر جاي تمام، جاي بسرعة جدا، عدوا السكة الأولانية أو القضيب الأولاني، القطر جاي طبعا، جاي في إيه؟ جاي مقابل، ما شافوش. أول واحدة شفتها، أول واحدة من أهلها اللي طلعت شافتها، أول واحدة شفت شنطتها اللي غرقانة بالدم، وفطرها، فطرها اللي ملحقتش تاكله اللي مرمي على الطريق شلتها، ملحقتش حتى أشوفها، شالوها في الكيس الأسود وقفلوا على السوستة. القطر اللي خبطها امبارح اللي وصلني كله من الناس اللي ما زمرش، حتى الطفلين بيصوتوا، فرجعت تشد الطفلين اتاخدوا التلاتة. احنا بنتسمى عند الله شهيدة، واللي هو قال انها غلطانه انا عاوز ينزل يوريني مكان المشاة اللي هو يعدي منه. كباري دايبه على حراميه بيشربوا مخدرات، عاملين نفق في اول السوق، مفيش واحد بتاع بلديه بيخش. لو حضرتك مش هتخش من بطال المخدرات اللي جوه او مش هتثبت، انا كشاب بخاف اخش منه، فانت عاوز بنت تخش منه من النفق، خش وشوف الريحه، انا عاوزك تروح تصوره. عايزين نرتاح، انما كده حرام يعني. اما تبقى مدرسه طالعة كده راحة شغلان، هطلعها يمكن قطر يكون احنا الاثنين، حرام حرام حرام. خلاص راحت راحت، وفي الاخر اسمع يقول هو هي اللي غلطانة. غلطانة غلطانة في ايه؟ غلطانة عشان راحة شغلها، ولا عشان راحت جابت الولدين، ولا عشان خافت راحت خافت على الولدين؟ راحت ما رجعتش، راحت معاه ومش عايزه اسمع صوت القطر. هو عايز يقفل البوابات، يشيل القطر من هنا، يغير طريقه، يغير طريقه، مش عايزه اسمع صوت قطرات، مش عايزه اسمع صوت قطرات. انا بشتغل في الامارات العربيه المتحده، سواء لما عرفت الخبر ما قدرتش امشي نفسي، انا ما عرفتش اعمل ايه. سبت العربيه شغاله، سبت العربيه دايره، انا ما عرفتش انا اعمل ايه ساعتها. سبت بعد الليل، انا وصل امبارح الساعه 11 بس ما لحقتهوش. سنتين اتنين ما شفتهوش. سنتين اتنين كان نفسي اشوفه. ابني في تانية اعدادي بقى راجل، خساره.
فرحتش بيه. طبعا انا عيالي الاثنين مع المتوفي في نفس الفصل، لما نشوفوا زميلهم ميت على القطر بنفس الطريقه دي، وزميلهم التاني بيفرفر، والمدرسه اللي معديه توفت هي كماني، حصل انهيار في العيال كلتهم، قالوا ما احناش رايحين المدارس نهائي. ماشي اول سلمنا على لقيت عم اطلع من الارضهم، لا انا اطلع من على التالت لسه ما ماشي، لقيت سمعت صوت ببص، سمعت صوت ببص لقيتهم مرميين ومرمي قبل جنبهم، بص عليهم ما قدرتش وضغط شوف، ما قدرتش اشوفهم تاني. ايه اما طالب يعدي انت هتقول لي عيل، المفروض ان امه تعديه. طيب يا عم ده عيل امه تعديه. طب لا مؤاخذه مع احترامي للابله والاستاذه واهلها اللي هي ابله عندها 25 سنه، مع احترامي لاهلها دي برضك امها يا والدتها تاخدها تعديه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلم. احنا بشر ده احنا لو كلاب مش هنتعامل كده. انا كنت ماشي في الشارع قعدت اعيط، كنت بجري حتى ما كنت صدقت لما محمد مجدي قال لي ده اخوه، واتصدقت لما كانوا مغطيين غط اكتر واحد دم. الراجل كان بيزور قطري كان عم ما كانش بيشوف حتى يجيلي ثلثي ثلاثة، كمان قبلة كبيرة يدوس ثلاثة في عز معنا. طب قطري دمر وكان ماشي بطيء لما حتى ما دمرش ولا لوحه، كان بيعمل لي كل حاجة وأنا قاعدة على السرير كده، ولما ببقى تعبانة بياخدني هو وماما ويروح يكشف عليا، وكان ساعات كان بيشلني ويوديني ويجيبني، وكان يروح معايا الدرس لما ببقى متأخرة، ودلوقتي هو وحشني قوي وعايزة يبقى جنبي. ربنا يصبر عائلتهم ويتغمدهم جميعا بواسع رحمته. شوفوا المدرسة اللي هي يعني تعلم النشأ والأطفال لما وصلها إلى هذه الحالة. شوفوا النفق بقى، النفق اللي هو يجب أن يكون نفقا للبشر عشان يمشوا منه، شوفوا عامل إزاي. طب المسؤول هنا مفيش مسؤول انتبه؟ يعني هنا رئيس الحي، رئيس مجلس المدينة، رئيس أي حتة في أي حاجة، المسؤول عن ده السكة الحديد اللي عاملة النفق ده ما يتحكمش فيها. كل مسؤول عن المأساة اللي احنا شايفينها، وشوفوا بقى الحقن اللي فيه والموبقات اللي فيه، ومش هيتنظف لانه النظافه مش في الارض، لا النظافه في الصدور وفي القلوب. طول ما في مسؤولين صدورهم وقلوبهم سودة ومش عارفين المسؤوليه، هيسيبوا نفق زي ده معمول خصيصا علشان البشر يعدوا من ناحيه لناحيه فيه فما يمشوش قدام القطار. لكن اول ما خلي النفق اللي تم انفاق اموال عليه علشان كده من اجل هذا الهدف يتحول لده، طب فين المسؤولين عن هذه المأساة؟ المدرسة اللي ماتت دي ودهست تحت عجلات القطار هي واتنين من التلامذة من الاطفال، ذنبهم ايه؟ انه انا لا اجد وسيلة لهم للانتقال من مكان لمكان من ناحية لناحية الا هذا النفق اللي لم يعد نفقا، ده بقى مسدود. المشهد اللي احنا شايفينه ده كل مسؤول عن النفق وكل مسؤول في السكة الحديد في البلدية عن انه النفق بهذا الشكل يجب انه يحاسب ويحاكم في هذه القضية. اللي موت المدرسة والتلاميذ هو انه مفيش وسيلة للانتقال من مكان لمكان، انهم لازم يعدوا قدام قطر السكة الحديد فيدهسهم. دي تاني واقعة او تاني مأساة شفتوا التلميذ اللي المروحة طيرت او هشمت
راسه وجمجمته إن شاء الله يقوم بالسلامة، بالإضافة إلى المدرسة اللي استشهدت وهي شهيدة لأنها كانت بتصنع مستقبلا، لكن للأسف الشديد بسبب الإهمال وبسبب القتلة من المسؤولين دهست تحت عجلات